خلينا عشان نوضح القضية دي. رقم واحد، هذا الرجل الذي دخل ليتزوج تزوج فعلا على سنة الله ورسوله ولم يكتب له او ما كملش وطلق بعد كده، اوكي، ودخل بها دخولا شرعيا وتمام، فخلص العقدة اللي كانت بين الزوج والزوجة، انتهينا. السؤال بقى، متى يكون هذا الفعل مؤسما؟ لو ان هو اتكلم يخش في اللعن. ده لو هو استهدف ده، لو هو قال يعني احنا الزوجة قالت له طب تعالى بقى اتجوزنا الله يخليك علشان خاطر تحللي لي فلان، اللي هو دورنا على محلل يا ابني، ودورنا على محلل، او الزوج اتفق معاه أو هو راح للزوج واتفق معاه، قال له انا هندخل لو حصل هذا على طريقة الافلام العربي، ندير شويه 50,000 جنيه وقول له خد اتجوز يومين دول وامشي. لو حصل هذا الاتفاق باللفظ او بالكتابه او بالاشاره، يعني نحن استنبطنا وعلمنا بان في اتفاق على ان فلان يخش محلل يتزوجها ويدخل بها فتره وبعدين يطلقها. هنا في الحقيقه هذا الكلام هو الذي يرتب اللعن، هو الذي يرتب الحرمة. بمعنى أنه ملعون كما قال رسول الله، لعن الله المحلل والمحلل له، وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وهذا التشبيه في حد ذاته مفصح عن جريمة ترتكب، عن مخالفة شرعية. هل اللعن هنا لأن العقد موقت؟ لأنه سيؤدي إلى تأخير العقد، وتأخير العقد ممنوع في الشريعة، ولكن الصورة الأولى الرجل لم يفصح عن شيء فالعقد مؤبد. حتى لو أنا استبطنت هذا الفعل، ما هنية مش مش على حكم. لا أنا مش هنا، أنا مش عايزك سيادتك تحكم علي، أنا بقول قدام نفسي، أنا قدام نفسي دخلت أتجوز الست دي عشان أرجعها لزوجها، يعني هلعب دور المحلل الصامت؟ لا، هذه النوايا لا يفصح عنها ما دام انه لم يفصح عنها. كويس. ما دام انه لم يفصح عن النوايا الداخليه دي بقول او فعل، كتابه يعني او اشاره، يعني لم يوجد ما يدلنا على ذلك، لم يوجد على انه يريد تأقيت العقد ولا يريد تحليل، لم يوجد ذلك صراحه او دلاله من واقع هذا الاتفاق، فاننا نكون امام مشروعيه هذا العقد. لأننا نقول بأن العقد الذي يبيح والذي يهدم والذي يجعل الماضي كأنه لم يكن لابد أن يكون عقدا صحيحا، والعقد الصحيح هو الذي لا يكون مؤقتا. مش هختلف مع فضلتك، والتحليل يؤدي إلى التأقيت، مش هختلف مع سيادتك في ده، بس أنا بتكلم أنا بقى، أنا الراجل اللي دخلت قمت بهذا العمل، كويس، من جوايا أنا انتويت أن أنا أحل للشابين دول المشكلة اللي اتطلقوا دول، فدخلت قمت بتجوزتها ودخلت بها وخرجت حتى اخلي او اشيل العار، انا اللي منتوي هنا، نيتي ديت انا مؤسم ولا انا مؤجر؟ ما بنحكمش على النيه بانها هنقسمها او لا، انا قدام نفسي انا اريد ان اخلص الى اكثر من هذا. اتفضل يا فندم. ان انا مش عايز نشوف النيه ديت ايه، انت مؤسمه ولا مش مؤسمه، انا اريد ان ابحث عن نيه، هل يبنى عليها حكم في ابطال هذا العقد الموجود او لا يوجد. ما دام انه النيه ما زالت حبيسه ولم يفصح عنها بشيء، فالعقد الذي تم به هدم ما سبق يكون عقدا صحيحا ولا غبار عليه.